الحقيقة المسح ما بيغير، بس بيقول رسالة بيثبت نحنا شو بدنا. أنا لبنان الآخر، أنا لبنان الناس. سنة 68 قرأت في جريدة فرنسية بتصدر في لبنان خبر صغير كده، بيقول الخبر إنه في فدائيين فلسطينيين دخلوا إلى لبنان، ولكن الجمهور اللبناني ما كان عارف. كانت أول مرة بيطلع هذا الخبر. فيما بعد انتشر الخبر إنه في 30,000 مقاتل فلسطيني جايين إلى لبنان ليروحوا إلى الجنوب ويقاتلوا الإسرائيليين. هؤلاء المقاومين دخلوا فعلا وراحوا على الجنوب، وبعدين نحن التقفنا هذا الخبر. يعني مسرح بيروت هو أصبح مكان بالمعنى الثقافي السوسيولوجي للكلمة، مكان أسطوري يعني بمعنى الميثولوجيك، لأنه بيحمل بتركيبته بالممارسات اللي صارت فيه اختصار لكل الحيوية المركبة الثقافية والفنية اللي حصلت ببيروت الستينات والسبعينات واللي كفت خلال الحرب عكس ما يقال، وكان من أثاره أنه صار فيه تجربة فنون وتجارب جمعوية كتير كبيرة بعد الحرب. محترف بيروت المسرح اللي هي الحركة المسرحية اللي تأسست بين معي ونضال الأشقر، كان الهدف إخراج أعمال مسرحية ما تكون مكتوبة سلفا، تكون مكتوبة من خلال التحضير وتحضير العمل بعلاقة متينة مع الواقع. يعني وقتها كنت أنا ورجاء عساف عندنا فرقة مسرحية اسمها محترف بيروت للمسرح، كنا بعدنا مبلشين. يعني أول عمل عملته كان المفتش العام بمسرح بيروت الصغير، كنا من إخراج رجاء فيما بعد، وأنا ما عدنا نقول إخراج وهيك، صار نحط وضع وتنفيذ لضال أشقر ورجاء عساف. قلت له لرجاء هاي الفكرة، انبهر. وكان الأستاذ سنه صار كبير بالعمر هلأ الله يوجه له الخير، هو كان محول جراج إلى مسرح، هو مسرح بيروت اللي قفلوه من سنتين. تعجب من هذه الفكرة إنه نعمل مسرحية عن الفدائيين وعن المقاومة. روجيه دغري تلقف الخبر، تلقف الخبر بذهنه الواسع وبذكائه المسرحي، وعدنا دغري قررنا نعمل مجدلون. هلأ قصة مجدلون هي من القصص اللي بتتحول لأسطورة يعني، وبالأسطورة مثل ما بتعرف في هيك تجميل للإشياء. هي قصة مهمة فيها عبرة، بس الواقع شوي مختلف عن الجو الأسطوري اللي انعمل حوله. بس بالنسبة لي هي درس كتير مهم بالنسبة لموضوع علاقة المسرح بالناس بالواقع وبالسلطة. في محطات بارزة، وأنا بعتبر من ضمن هالمحطات اللي حصل مع محترف بيروت للمسرح وحادثة مسرحية مجدلون. بعتبر الحادثة اللي حصلت لهالمسرحية حدث مؤسس، يعني يفصل ما بين قبل مجدلون وما بعد مجدلون. ليش؟ لأنه لغاية عرض مسرحية مجدلون كانت الفرق المسرحية تعرض، طبعا كانت تعرض يعني مسرحية ناجحة، تعرض جمعتين ثلاثة، يعتبر نجاح كتير كبير مع بعض الاستثناءات. فرقة محترف بيروت للمسرح كانت فرقة محترفين، بس احنا ما صرنا محترفين، ضلينا كل الوقت كأننا أطفال عم نلعب، ولكن كنا مجموعة من جايين من فرنسا، من إنجلترا، من وين ما كان، محترفين.
وطلبنا وقتها من 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 طلبه بالجامعه اللبنانيه انه يشتغلوا معنا، كانوا بفرقه بمدرسه المسرح هناك. اجوا من الكبار، هلا صاروا كبار، وقتها كانوا شباب صغار طلاب، صرنا محترفين وطلاب وغير محترفين ابدا. يعني جمعنا هالناس مع بعضهم وبدانا نكتب العمل، وبدا روجيه يفكر فيه ونفكر فيه مع بعض ونكتب رؤوس الاقلام. والطلبه كانوا من الجنوب اللبناني، بقى بدانا شو ممكن يكون هذا العمل اللي هو عن المقاومه. قلنا احسن شيء يكون قريه في جنوب لبنان سميناها مجدلون، هي بالحقيقه اسمها مجدلونة. تسعة وستين يعني سنة غنية بالتجديد وبالأفكار الجديدة. أولاً بروز المقاومة الفلسطينية، الحركة الفدائية، وبالوقت نفسه في تأثير كتير كبير من ثورة 68 العالمية اللي انطلقت من أوروبا وأمريكا بين تشيكوسلوفاكيا وحرب فيتنام وثورة 8 أيار بأيار 68 بفرنسا. هلا واقعين أثروا كتير علينا، يعني علاقتنا بالواقع العربي حول الثورة الفلسطينية، وهالعلاقة تحت تأثير الأفكار الثورية العالمية، يعني بشكل رئيسي التحرير، دعوة إلى التحرير، إلى صوت الشعوب، إن صوت الشعب هي اللي بتعمل تاريخ والآخري. فمن بين من بعد كنا بعدنا مبلشين بعملين مسرحيتين، وعم ندور عن نبحث عن موضوع للعمل الثالث. وكان الموضوع تقريبا فرض حاله علينا، الجو كان جوهره علاقة الوضع العربي واللبناني ببروز صعود المقاومة الفلسطينية. فقررنا نعمل مسرحية، عرض مسرحي على حل موضوع. بس كيف ما نعمله؟ أنا كنت كتير محير، لأنه اعتبرت أنه ما بنعرف منيح هالجو، نعرفه طبعا من خلال الجرائد بس ما عشناه. يعني بعد كانت بيروت، أنه الوقائع والقصص كانت تصير بالجنوب لبنان على حدود بالعرقوب، والفدائيين كانوا موجودين بلبنان ولكن بعاد عن بيروت. ونحن من بيروت طبعا نسمع ونعرف ونتحمس، بس معرفة حقيقية حية ما كان فيه. فقررت انه عيش فترة بأجوائهم. مجدلون هي بالحقيقة اسمها مجدلونة، فسميناها نحن مجدلون. يكونوا الناس أهل القرية بيشتغلوا بالتبغ، لأنه هيك بيشتغلوا بالجنوب، بيشكوا التبغ. وهيك صار، بدأوا الشباب بيجمعوا معلومات عن أهل الجنوب، عن هذا، عن القرى بالجنوب كيف بيعيشوا وكيف تعاطوا مع المقاومين ومع الفدائيين. بدأنا هندي يكتبوا ونحن نكتب، وبدأنا كلنا نكتب الحقيقة مشاهد نلعبها على المسرح، نرتجلها وبعدين نكتبها، نعود نكتبها، نعود كتابتها حتى تعجبنا. عندما نعجب بالمشهد نتركه مثل ما هو، بس هذا بياخد وقت. لذلك مع الطلاب ومع غير المحترفين ومع المحترفين ومع الموسيقيين، كان وقتها بهداك الوقت كنا الحماسة في لبنان للقضية الفلسطينية كتير عالية. كان عندي أصدقاء فلسطينيين اقترحوا علي أن نروح على الأردن، ودبروا لي سفرة على الأردن على طريقتهم، بدون مش بشكل رسمي، ووصلوني على مخيم الأسطل. هناك عشت فترة من الأجواء، شوف
اسمع كيف الأجواء هنا، كيف بيحكوا، كيف بيتدربوا. ورجعت على لبنان حامل، مش حامل قصص بس حامل أفكار وأجواء. بلشنا نشتغل على الموضوع، والموضوع بالنسبة إلي وأنا وضعت المخطط هو إنه وجود الفدائيين في لبنان عم بيخلق وضع ثوري، أو وضع قادر يعني يوصل إلى ثورة. وجودهم شرط إنه يكون في تلاحم بينهم وبين الشعب اللبناني، هذا موجود بشكل جنيني بس بيتطور إذا الشباب والطلاب واليساريين بيلتفوا حول الفدائيين، الحركة المقاومة الفلسطينية، وتكون هلا يكون هالتضامن دعوة إلى ثورة ضد الأنظمة العربية من بيناتهم النظام اللبناني. كان تصور طبعا شوي خيالي، ولكن مش كتير بعيد عن الواقع. اللي صار انه لأول مرة بتاريخ المسرح اللبناني شخصية الفدائي بتطلع، يعني بتبرز، بينعطى لحدا على المسرح لممثل شخصية فدائي، وبيها بالمشهد اللي فيها الفدائي أو العدة فدائيين بيطلع السلاح، يعني سلاح طبعا الفدائي عنده سلاح، بيطلع السلاح وبيدور المشهد، وهالمشهد بيكون من ضمن سرد لقصة قرية بالجنوب اللبناني تشهد تطورات نقابية وعمالية وتظاهرات مطلبية كتير كبيرة. تحدي بين الفنان والحكومة حول القضية الفلسطينية وثورة، ونحن منعبر عن الثورة والحكومة عن القمع، عن الراجعية. هالشيء صحيح بس مش بالأفعال، مش بال يعني ما حطونا بالسجن، ما ضربونا، ما قوصوا علينا، انزعجوا كتير من عملنا، زعجوا ضايقوا، وبالعكس هيدي كانت مفيدة للقضية بشكل عام. بلشنا نشتغل على المشاهد وبلشت تكتمل. قال لي روجيه لازم ندرب الممثلين على حمل السلاح لأنه نن مقاومين، فجبنا رجل مقاوم صحيح علمهم على حمل السلاح. وأنا متذكرة كتير منيح بمسرح بيروت، بس فتحت ما كان في تفتح ستارة، كان فاتوا الناس وقعدوا على الخشبة، ما كانش في محل أول يوم، وبس دخلوا وشافوا الحطات والعجالات الفلسطينية بدأ التصفيق، والعيون بالثياب الفدائية، وما كان أول مرة بيشوفوا فدائي على المسرح. أول مرة بنعمل هيك شيء بلبنان، ما كان حدا، حتى الفلسطينيين نفسهم ما كانوا عاملين هيك شيء. كان في ممثل للحكومة يواجه الطلاب ويواجه المظاهرات ويحكي، نستعمل الكلمات اللي انقالت عن جد، اللي انقالت من قبل وزراء ورؤساء الحكومة، وكان في صورهم على المسرح. جبنا وثائق من الفدائيين، الحركة الفدائية، ومن الثورات بالعالم، كان تشي جيفارا والحرب الفيتنام والثورة بتشيكوسلوفاكيا وكل الشعارات الثورية بالعالم، يعني جزء من النص ومن الأجواء اللي حطيناها على المسرح. هلأ الحوارات والنص مسرحي كتب من قبل كاتب اسمه هنري حماتي، أخذ من الأفكار اللي وضعناها بالأساس، اللي وضعناها بالأساس، وبعض الارتجالات مع الممثلين. وكان في معنا صديق لإلي دعيناه على التمارين، دريب كاراتيه، انه يعلمنا حركات بدنيه نقدر نمثل هالاجواء
الأجواء الحماسية العسكرية الموجودة حول الحركة الفدائية. هل كانوا داعمين المسرح هن جمعية أهلية فلسطينية أعجبوا بالفكرة بمجدلون وفعلا عطونا شوية فلوس مشان نقدر نعمل هذا العمل وهيك صار. عملنا المسرحية يعني كتبناها تمرنا عليها وكانت هيك كتير كتير مليئة بالشعارات الثورية بالغناء بالصور بالوثائق وكان في على المسرح لأول مرة يعني فدائيين طبعا ممثلين حاملين كلاشينات وشباب لبنانيين طلاب من الجامعة عم بتحاوروا معهم والنتيجة كانت انه يصير في هيك مظاهرات والطلاب شباب لبنانيين عم بيطالبوا الحكومة اللبنانية بالانضمام مع الحركة الفدائية ضد إسرائيل وتغيير النظام ويصير النظام ثوري وإلى آخره ويكون حكومة ديمقراطية شعبية إلى آخره. بالوقت ذاته كان في انتقاد لكل الأنظمة العربية طبعا كل هذا كلام كنا نقوله على المسرح. بدأنا العمل وقدمنا أول ليلة وبدأ التصفيق وطلعوا الناس معجبين. نحن ما كناش عارفين إنه بالصالة كان في ناس من الرقابة. أنت بتعرف بكل العالم العربي في رقابة مش بس عنا يعني وبأوروبا في رقابة. هو الاختلاف عن ما هي الرقابة عن ماذا يراقبون يعني ماذا عن ماذا يعني في فرق بيننا وبين فرنسا شو هن بيراقبوا وشو نحن منراقب. أنه نهاية المسرحية كانت دخول إسرائيل إلى لبنان لوضع حد للثورة وبالفعل بالآخر الجيش الإسرائيلي بفوت على جيش على جنوب لبنان بيحتل الجنوب والمسرحية توقف مع دعوة إلى الثورة. هذا هو المخطط المسرحي اللي انكتبت مرنا عليها وقدمناها. قدمنا تاني ليلة كمان صفيق وقامة الأيام مثل ما بيقولوا باللبناني. رابع يوم كنا عم نحضر حالنا ما شفنا إلا الجيش وصل على المسرح درك والجيش حوالي المسرح. كان في فرقة 16 هلأ بطلت موجودة صار اسمها شي تاني يمكن بس حاوطوا المسرح ودخلوا الدرك. مين مسؤول هون إلا نحن مسؤولين والمسؤولين كنت أنا وروجي. قال بدكم توقفوا المسرحية ليه هيك ممدوع. إجا أوامر إنه أنتوا الرقابة بدها توقفها. إنه ليه بدها توقفها الرقابة ما نحن أخدين إذن من الرقابة لأنه النص المكتوب دائما بالمسرح ما له علاقة بالنص اللي بدك تشوفه على خشبة المسرح ولا خطر ببالهم شو رح يشوفوا على المسرح. قرأوا نص عادي بالنسبة لألهم وإنه ماشي الحال عن ضيعة في جنوب لبنان. كان في هيك عادي إنه نقدم النص للرقابة. أنا أخذت النص قدمته للرقابة ما منعت العرض. اللي صار إنه المسرحية افتتحت بال69 عادي أول يوم. تاني يوم يفاجأ الجمهور اللبناني بأنه القوى الأمن تدلف إلى المسرح. بيكون في عدد من الجمهور فات لجوا وعدد من الممثلين كان على المسرح عم ببلش يحضر حاله وتطلب من الناس أنه يخرجوا من المسرح. الناس بتستغرب وبترفض لأنه قاطعين بطاقات. ساعتها بيطلبوا من الممثلين يوقفوا العرض ويظهروا من المسرح. الممثلين طبعا ما بيفهموا شو عم بيصير بيرفضوا وبدأوا بدوا يطلعونا من المسرح. بدأنا نغني من يحمل السلاح يواصل الكفاح. هيدا من 68 بعد حفظ. فاتوا البوليس فاتوا الشرطة على المسرح وقفوا المسرح نزلونا من المسرح. أنا ممنوع معاد مسرح حتى قدام 10 كان في بيناتهم الله يرحمه غسان تويني. بصير في إخراج الجمهور والممثلين بقوة السلاح من فضاء مسرح بيروت إلى الشارع.
هن عم يضربونا ب ب ب ب بكعب بسلاحهم يعني، يعني انه عم بيقولوا لنا فلوا من هون، ما كنا نفل لانه شافوا انه نحن وصل جمهور برا، وصل طلاب، طلاب الجامعه الامريكيه، بتعرف هاي المنطقه هونيك كلها طلبه وكلها جامعات، كلهم عرفوا، كيف عرفوا ما بعرف. شوي شوي هالكتله كانت عم تكبر وعم تطلع تقطع شارع يعني راس بيروت صعودا نحو السفارة الفرنسية القديمة نحو الجافينور وصولا للحمرة. بالحمرة كان وقتها أشهر المعالم هونيك، من أشهر المعالم المقاهي الثقافية كان مقهى الهورسشو اللي هلأ اسمه الكوستا، وكان مشهور أنه هو نوع من الواحة اللي تتجمع داخله هالكوكبة من الفنانين والأدباء العرب واللبنانيين اللي بيحكوا بقضايا ثقافية ساخنة. مئات من الناس بعد صار يزيدوا، صار يزيدوا على شارع الحمراء على الهورسشو، مطرح ما كنا نلتقي عادة ونحتفل بانتصاراتنا المسرحية، والمقهى مليان عالم وبرا الجيش وتعرقل السير والفرقة 16 والطلاب. المهم بدأت أنا أول جملة أنا قاعد هيك، وهونيك كمان كملت نضال وبعض الممثلين أنه يقولوا النص. كان كتب لي الأستاذ نزار قباني قصيدة اسمها مجدلون، بدأت بالقصيدة، جاوبني رضا كبريت، جاوب بروجيه، بلشت المسرحية، نحن وقاعدين، فات علينا الضابط، قال ايه؟ شو عم تعملوا المسرحية بالمقهى؟ قال له لا، عم نحكي، قال لا، عم تمثلوا، قلت له وين شفت عم نمثل؟ شايفنا قاعدين؟ قال لا، ممنوع، طلعوا من هون. رئيس جمهوريتنا شتمته وشتمت كل شيء فيه بلبنان، ما خليت حدا من شري. إجا الضابط قال ممنوع تشتموا رئيس جمهورية. إيه؟ قال إذا بدك تضلي هيك رح ناخدكم على النظارة. إيه؟ عمولي بدك إيه؟